بقى لي شفرة. كرسي الصدارة في الرابطة الثانية سيوضع غدا في مزاد الجولة الحادية عشرة متراوحا بين الرائد شبيبة بجاية الموجود في صفارية دقيقة بسكيكدا وملاحقه المباشر أتليتيك بارادو الطامح لاستعادة نشوة التربع عليه من جديد حينما يستضيف الفريق الجريح جمعية الخروب. بين ملعبي سكيكدا والدار البيضاء إذن ستشتد الإثارة التي لن تغيب كذلك عن ملعب براكني الذي يحتضن قمة مفتوحة على كل الاحتمالات بين اتحاد البوليدة ثالث الترتيب وضيفه العائد بقوة أمل بوسعادة. شبيبة بجاية ستحل بسكيكدا بنية تدارك السقوط القاسي بميدانها أمام سعيدة في الجولة الماضية، مهمة لن تكون يسيرة أمام أبناء روسيكادا الباحثين عن فوز غائب منذ خمس جولات. وتحسبا لأي سقوط محتمل لأبناء يماغورايا يرفع أتليتيك بارادو العائد من بوسعادة بالهزيمة الأثقل في عاشر الجولات تحدي القفز بأقل التكاليف عن كبوته الأخيرة من خلال الاستثمار في الحالة الحرجة لأبناء الخروب على ملعب الدار البيضاء. في بقية المقابلات ينزل الشريكان في المركز الرابع أولمبيشلف وأهل البرج ضيفين ثقيلين على مولودية العلمة وشباب عين فكرون على التوالي، بينما يلتقي العائدان بقوة مولودية سعيدة وضيفه اتحاد بسكرة في قمة مفتوحة. وفي ذيل الترتيب سيشتد الصراع بمعسكر بين الغالي الذي تفصله نقطتان عن قاع الترتيب وضيفه وداد بوفاريك، كما سيحاول صاحب المركز الأخير أمل الأربعاء التمسك بخيط الأمل لدى استضافته لجمعية وهران الموجود في